فهد؟ أعتقد أن الموسم هذا سيكون مخالف للمواسم السابقة، خاصة من حيث التنافس. سيكثر المتنافسين، خاصة الأندية الكبيرة، الهلال الهلال والاتحاد والأهلي والشباب والنصر، سيكون بينهم تنافس قوي. الجميع شاهد فريق الهلال في مباراة الأمس، وشاهد فريق النصر، وشاهد فريق الأهلي وفريق الشباب، وكذلك فريق الاتحاد قدموا مستويات مختلفة. إدارات الأندية تولي من بداية الموسم وهي تتحرك في كل اتجاه من أجل الظفر ببطولة الدوري. تغيرات كبيرة صراحة، شاهدنا نادي الهلال أمس تعاقد مع المدرب العالمي دياز، كذلك فريق الأهلي عندما حس من الناحية الفنية تقصير من السيد قوميز استعاد مدربه السابق قروس. أما بالنسبة لنادي الاتحاد فشاهدنا التغيرات في العناصر كثيرة، يعني جلب العديد من العناصر الشابة من الأندية الأخرى، كذلك المحترفين. كذلك نادي الشباب واجه صعوبات في بداية الموسم واسترجع قواه بعد تدخل الرمز الشبابي خالد بن سلطان ودعم ميزانية النادي وتسديد الديون والتوقيع مع المحترفين. كذلك فريق الأهلي توقيعه مع قروس المدرب السابق الذي حقق له الدوري بعد سنوات طويلة. جميل.